أكدت سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل النائب الثاني رئيس مجلس الشورى أن السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية والقضائية في مملكة البحرين تبدي تعاونا وعملا مشتركا متواصلا لتنفيذ مبادرات حضارية متقدمة على صعيد المساواة بين الجنسين وتمكين وريادة المرأة وذلك تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك المعظم. جاء ذلك لدى مشاركة وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة الدكتورة جهاد الفاضل فاضل في حوار البرلمانات العربيه حول المراجعات الاقليميه لاعلان ومناهج عمل بيجين بعد ثلاثين عام الذي تم تنظيمه بالمملكه الاردنيه الهاشميه حيث اوضحت الدكتوره الفاضل في كلمتها تمسك البحرين باعلان ومنهاج عمل بيجين مع مراعاه الخصوصيه الاجتماعيه عند اجراء المراجعات والتقييم واشارت الى الالتزام المتواصل الذي تبديه الحكومه بقياده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدعم وتمكين ورياده وقياده المرأه في مختلف المجالات للعمل الحكومي وبمساعي حثيثه موازيه يقوم بها المجلس الاعلى للمرأه برئاسه سمو قرينه جلاله الملك المعظم رئيسه المجلس الاعلى للمرأه موضحه تظافر جهود السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائيه لدعم المبادرات الوطنيه الهادفه لتحقيق التوازن بين الجنسين. تبرز اهميه مشاركتنا اولا للتاكيد على حرص مملكه البحرين وعزيمتها المتواصله لبلوغ مراتب متقدمه على صعيد تنفيذ مضامين منهاج بيجين نفسه وايضا على ما تحقق من مكتسبات وطنيه يشهد لها العالم فيما يتعلق بتحقيق المساواه بين الجنسين وايضا تمكين المراه وهذه كلها يعني تم بفضل الله سبحانه وتعالى وايضا بفضل الرعايه والدعم الكبيرين من قيادتنا الحكيمه حفظها الله ورعاها وصاحبه السمو الملكي قرينه جلاله الملك المعظم رئيسه المجلس الاعلى للمراه حفظها الله من خلال تفعيل الدبلوماسية البرلمانية نحن نبرز المنجزات الحضارية المتقدمة لمملكة البحرين في المحافل البرلمانية إن كانت إقليمية أو دولية بحيث أن نحن نستعرض الجهود الحثيثة اللي تقوم بها المملكة وكذلك نطلع على التجارب والخبرات اللي نستثمرها في تطوير وتيره العمل على المستوى الوطني. يعني اعتقد جازمه ان ما حققته البحرين على مستوى المراه هو يعني لابد ان احنا نفاخر به امام العالم.